ما نبي احد، بنقزلها رابع خالصين بنقزلها. قالوا كاد ما تكون طويله. و يوم قمنا الصبح شغل مواترنا ما فين اللي يشتغل، عدل بدل يا ولد فوق تحت ما فين اللي يشتغل. وانتم في البر لحالكم؟ احنا في البر الحان. طبعا المنطقه ذيك يمكن يعرفها بربيه ما فيها سيرفس، لو ارسال لو تموت ما يجيك سيرفس. احنا نقعد وكل ما مرنا احد قلنا نصيح له من بعيد، والله العظيم ما كان ربي خلقنا فيها النقره هذه. وبلي بكره يوم كامل والله ان احنا ما تحركنا من مكاننا، نقعد معكم اكل ومويه اي معنا عجبتنا كامله لين. وقلنا وش نسوي؟ كاشتين احنا كاشتين. فوق من هذا ان مواترنا كلبوها واحد لاند كروزر قرسماتيك والثاني جيب غير عادي، لكنه احنا في طمنا نفس النزول، لا ندف قدام ولا ندز ورا. مو مغرس ما نقدر قدام قدامك طعس وراك طعس، مو طعس مو طعس، القاعد كله نفس هذه. لكن ما نحرز يعني مثل ما تقول نازلين نفس كذي، فهمت؟ معلق الموتى اي ما نقدر نطلع فوق ولا نقدر ندز ورا معلق. وانتم كيف طحتوا في المكان ده؟ احنا عشانها نزله هاللون وفينا فيها، فاهم؟ المهم حاير عشان البرد وهذا قلنا بننزل فيه طمنة يسمونها طمنة. احنا نقعد فيها يوم يوم ونص احنا قاعدين فيها، لين ما مرنا واحد من قريب نرمي له بالشوزر طب طب لين انه وقف علينا. يا الاحتلال احنا معنا اشتراك، لكن لنا يوم ونص احنا قاعدين في محلنا، نبي الحين فاجئتك ينزل عندنا نشرك مواترنا وللكويت سيده توبه ما حد قعدنا. البرداء مشكلة والطعوس دي مشكلة. والله مرة أنا وواحد من الشباب الله يستر عليه، أنا ما أعرف البانشي ذا، البانشي الدباب اللي تعشيك ما أعرف له. قال لي ولد بناخذ لنا دبابين. قلت يلا تم. هو متمكن ويعرف. قلت يا ولد يلا قدام. والله نشتري نستاجله. المهم يعطيهم السلامة ونطلع. في وصيني كل ما جاء عندي قال يا عبد الله، هو لابس نظارات، يا عبد الله ترى خطير ترى خطير يا رجال يا رجال ايش يسوي؟ ونروح في الهاف مود في الشرقية. انتم بر ولا طعوس؟ طعس. المهم ونروح واجيك يا طويل العمر سلام وغرز وين؟ عند العقم اللي يقصون معه. شوي خشم بترول ما عندي، خشم جيب يا ولد. ما ادري كيف طلعته واطلع. كل ما قابلني يا عبد الله يا عبد الله ترى خطير يا عبد الله ترى خطير. شويه يا رجال انا طالع ورا شويه الحذيين في السماء، اقسم بالله ما اكذب عليك. الى النظاره هناك الى فدور وارجع شويه. انا قايل لك انه خطير، قلت علم عمرك علم عمرك. هذا اللي ينصح غيره هو. اقسم بالله ولد عمي انقصت اصابع والله من الدباب، خطير. هاي واحد من الشباب جنزي اقسم بالله يقص اصابعه كلها رجوله، خطيره. ما هو خطير انا والله قطعت منه والله. خالد اللي جانا ذاك اليوم بالله انا طحت منه والله، بغيت اكسر بعدين ما ركبته. ايش خطير؟ لا يا رجال انا لكن اول ما سكت السياره كيف كان لازم تهوى. كان ابوي يجي الظهر وكان ينام، تغدى وينام. شرق السياره كنت انا اخذ سياره واروح. بس هذه عاده سيئه ترى. اكيد يا رجل ما يحتاج. طبعا هذا بيتنا، هنا عندنا براحه كبيره. كني اشوفك صغير والله اني صغير. انت اللي تعلق الدرك سكر. مع العلم اني تربع، مع العلم اني اسوق من رابع ابتدائي وانا يمكن زيك رابع. طبعا في براحه كبيره هنا، مشكله غرفه ابوي هنا، واخذ سياره واروح افحط هناك افحط. وبعد توك متعلم وتفحط. ايه وابوي طالع لي من على ابوي نايم. يوم رجعت اوقف السياره والقى ابوي واقف عند الباب. وين كانك؟ قلت اروح اجيب اغراض لامي من البقاله. وين الاغراض؟ قلت نسيتها. فليش نسيت الاغراض؟ ما شاء الله والعذر والله الذي لا اله. اذكر ذيك وقت انك في الظهر صحيت مغرب، ما ادري كيف صحيت مغرب، ما ادري هو اغمى علي اعطاك عليهم او انه دخلني غيبوبه ما ادري، لكن صحيت المغرب من الصفقه اللي جاني. انا ابوي الله يطول عمره امين. لا تخطي، خذ طلبك من عين هذه قبل هذه، بس لا تخطي. كان يعطيني اسوق شهر ويحرمني 11 شهر. وش المعنى؟ خطا بسيط. اذا ناس من الجماعه
يشوفون السياره ولد انت اللي في السياره مسرع ياه هذه مدنيه وهذه تنكبك هذه فاسوق شهر في السنه ويحرمني 11 شهر بدل قال محروم شهرين يا رجال والله ما انا ما يحرمك لان مصلحتك اكيد اقسم بالله احنا يومنا ورعان ناخذ السيارات اقسم بالله ان الله ساتر علينا وحافظنا المشكله ولا كان سببنا على مسلمين ما له شغل ولا تعرضنا انا شايب يمشي راح الى المسجد ولا شيء جهاله يا المشكله تدري ايش المشكله والله اني مفروض ان ما حد ياخذ يسوق السياره لين يطلع الليسن يسرعون رخصه يعني ايه يسرعون يفحطون يسوون المشكله لو صار شيء ما يعرف كيف يتصرف اكيد اول شيء يبلى نفسه بنشر يا رجال ما يقدر يفك ايوه يبلى نفسه يبلى الناس معه يبلى يا اخي يمكن في عائله طلعت تمشى عائله فرحانه تقول زور ناس يجي يقضي عليهم كلهم ايوه ايش المعنى؟ علم نفسك في مقطع تجيب اغراض مقطع انت يا اخي المشكله في فرق بين قريه بيتكم وبيت عمك الحالة بس وما يكون برا حكيبيه تروح تقلب لحالك ما تحاول يلا عاد ما ادري والفرق بين انك تسوق في مثلا دايري في الرياض يلا طلع تبغى تقول داخلي دايري في الرياض في فرق زحمه وناس والله اني اعاني من الزحمه الى الحين شوفني اعرف السوق وكذا اني اعاني من الزحمه يا اخي انت ما شاء الله تبارك الله على 17000 يمرك اي شطف ليش؟ آه ناس متهوره والله متهوره والله جدا متهوره الناس اللي عندكم هذا وترى يفحط ويسوي يفعل ذي عشان اخويا والله والله ما حد يوقف معه لو توفى ما يحزن لامه واخوياه ما يحضرون عزاه ايوه يا ولد يلموني في الرجال ذا يا اخوي حكمه انا حكيم يا اخي احنا لاني جالس في دار الحكمه دار الحكمه دار اسمه دار حكمه اليوم وش هي؟ دار الحكمه عدها مشي ولا جت معك؟ ايش ايش الحكمه اللي قلتها قبل شوي انا في احكام كثير قلتها لكن عاد ما ابي احكام حكم حكم ايش تبغى اي واحده منهم؟ الحكمه اللي قلتها قبل شوي ان الشخص اللي يفحط نعم هذه ترى ان الشخص اللي يفحط لو قد عشان اخويا لو قد اي عشان اخويا ولو قدر الله توفى والله ما راح يحزن لامه اي والله اخوياه ما راح يحضرون عزاه حتى ما يدفنونه ما راح يدفنونه اي والله اي والله ما ترى اشتر عليه جيب خوي جديد جيب واحد طايش ها ونكذب على بعض والله انا هذا الحاصل خصوصا المتوسطة والثانوية كب والله ثانوية برا جامعة عمره 30 سنة فصل استاذ وش سيارتك وش سيارتك قلت وش معنى وش معنى وش تبغون بالسيارة؟ نبغى نشوف وش سيارتك كل هرجم في السيارات شوف لا قلت يلا اللي بيسولف يسولف لا لا بداية سولفوا بدون صوت حقتنا كلهم هرجم في السيارات ما انا ترى بداية مرة هقا وكذا وهذا اخطر سن اخطر سن والله العظيم انك كد كل واحد ما يركب السيارة لين قاص الليسن بس وين العالم عمرك 18 طال عمرك يلا راح تعلم مال يا رجال عندنا في الدير انا اخوي صغير اقسم بالله يا جماعة الخير يدرس الحين خامسة ابتدائي اول شيء قصير 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 وانه يسوق والله مرة جيت انا قلت والله يا عزوز اني تعبان يوم الضائق يا ود من ذا السواقة انا كاره السواقة قام يبتسم يا ابوك تقول بس سوق قلت امسك يا ابو حاضر سق اجي الرجال المهم هاي سيارتي انا اوتوماتيك وهو يعرف للعايدي هاي لوكس الشاي لا مع جيب قديم انا معطيهم السلامة ابوي معطيه جيب قديم يجيب اغراض وكذا انا معطيهم السلامة ويجي الرجال اقسم بي يا ولد عرفت اللي كانك تعطيه ايش اقول لك تفرح بافضل شيء في الكون وماسك الطار ويقدم المرتبه يا طويل العمر السلامه المهم من حسن حظه عايش جو حصل اخوياه في الحاره يا حبيبي هذا المطلوب والله يا جماعه الخير اللي قاعد اصور سلام ايه واصور امي الضحك قلت اسمع يا عزوز انا كني ماني معك شفت اللي جنبك هذه مرتبه ثانيه سو اللي تبغى تسوي لقاها سامه لا 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 ما والله عاقل هو ما ادري كان معي عاقل ووراي ما اكيد اكيد ما يجيك الرجال هاي عيال جيراننا خوياه كل مسن يوم شافوه على الموتر حقي يا ول طلع عزوز قلت تبغى تمر اسمع ايش رايك عزوز ارجع انا ورا وانت تروح تمر من عندهم تقول يا شباب احد يخاويني انت اعطيته ولد رمي الضحك والله يا جماعه خلي ما يضحك ويجي الرجال ياخذ له اللفه ويرجع لا ينسى ويطالع فيهم طاط من عندهم يروح يرجع طاط بعدين ينزل قزاز هيا هو يعني هو مثل كفك ذا تدري كيف يدق بوري
بخدته يدق بول والله يا جماعه كنا نشوف كذا مبسوط والابتسامه شاقت الوجه. انا اعطيني السلام قلت وقف عادي خذ راحتك ما نصبر بس قانا يجي عند الشباب السلام عليكم هلا بدا عرفت اللي فرحانين يطالعون بالسياره اي كيف راسم كلهم داخل دريشه يطالع هلا هلا عزوز قال شباب احد منكم فاضي كلهم قال والله كلنا فاضي المهم استحوا مني اخويا المهم فضحك ضحكه ما ادري ايش تبغى في الحياه مكتمله ودس ترى يا الدنيا عزوز تتكبر على اخوياك مشكله ايش سلام مشكلة تاخذ من الموت بيرجع لهم يدرع عن براسه لا قال لا بيجيك العلم ويرجع قال عبد الله تاه قال انزل ايش قال انزل انا وثقت في ما تثق فيني قلت والله اني اثق فيك قال انزل قلت اقول صفت السياره صفت السياره تعال باقي يبغى يرجع لهم تلقى اي يبغى يرجع تلقى من والدي محل بشعره على ثلاثه ايوه البيجر منه والله ما انسى والله دي ما انسى واحد من عمامي لو طول عمره اسمه عواف والله كان معه كرسيده بوكس وكان يجمع عيال عمي كلهم وانا حن منهم كذا طيب يركبونا كلنا في الكرسيده ذي طلع عند الحلاق ثلاثه كله ثلاثه ولا واحد كله الحلاق ايش يسوي طبعا ثلاثه البيجر من هنا يجيك من النص كذا لا بعضهم يجي يحدد البيجر شنا بعد الحلاق يجي يحدد ما يجبع الى خضار دي البيجر البيجر شنا الزلف الزلف يا اخي الحين الزلف مسمينا عشان الزلف ايش تسمون انت زلف زلف على طاري الجبعه انا قد صار لي موقف وانا في رابع ابتدائي والله ما انسى يا جماعه الخير كان عندنا مدير الله يذكره بالخير ولد عمي الواقف لكن عشاني ولد عمه يضربني ضرب مثلا ضربك يا طلال ثلاث ضربني انا عشر ايوه عشان الميانة والله يا جماعة الخير عشان يقول لما يقول إذا جانا في البيت عشان اصب له القهوة اني ارقل الكفاف حضنك ها ولد نشوف نشوف ما يقول نشوف ذلة في الماء هذا هو انا جاء ذاك اليوم قال بداية دراسة انا ما حلقت سلام عليكم سلام ابو خير سلام كيف الحال هاي ابو حو خلاص سكر الدريشه سكر الدريشه بس عشان محمد المهم يا طويل العمر السلام انا ما حلقت واجي ذاك اليوم يا طويل العمر السلامه قال عبد الله حاضر لا لا دخل علينا الفصل قال العموم انزع الغتره تعال استري مرحبا ابو حو والطاقيه اللي لابس طاقيه واللي لابس خليني البسها حلو اسلمت ها نفس السالفة يا ابو مشاب. المهم قال العموم ينزع الشمال واللي عليه طاقية واللي عليه قبعة واللي وننزعها يا طويل السلامة. قال كلكم تحلقوا. والله لما تحلقون بكرة اني لا افعل واترك، عاد حنا نشوف ذلة في الماء. المهم يا طويل السلامة ابوي كان مستلم. ولا يمديه يطلع. يا ريت ايش اسوي؟ والقى لي يا طويل السلامة بعيد المغرب. والقى لي يا طويل السلامة موسى حلاقه. يا مراد الله انا ينكبني اما يطيل عمر السلامه واجيك على المرايه المهم انا اذكر انهم يحلقون بالموس بس ما هي بالطريقه ذي المهم فحط على راسي اغرق راسي ما اما اجيك مجبعه منها والله الى خضار الراس بيطلع دم والى السوى يا ولد فاجيك ابغى احرك الموس خرب الى حرام اني مجبوع من هنا يا جماعه الخير يا ولد موس وش بقاله هو ايوه ايوه وش اسوي يا ولد وابكي واجي طيب سلام واخذ تلفون الفازلين واخذ فازلين واحطه في مكان ال حط على اللبن واحط الشعر والله العظيم ما كذبت عليكم يا ريدي واجي طيب سلام احط الشعر ترقي لا اله الا الله وش بيسوي بي عبيد وش بيسوي بي سلام عليكم سلام اوه يا الله يا طويل العمر السلامه سيد سيد هذا كركي انا وجابر يس بكيت لرقت عرفت والشعر نشب؟ يا ولد اسلك النفس ياخذ فازلين احطه على راسي واحط الشعر غرى هو المهم يطول عمر السلامة وين جابر؟ يا ولد امي قامت تهدي فيني يا ولد الله يطول عمرها المهم ودام والبس طاقية ابوي الكبيرة تقول سحلة ايه الاثنين كذا
انا يطيل عمر السلام واروح واداوم المدرسه. ابن امي ينزل شماغي رياضه بشماغ ما في ولا بالطاقيه ذي. انا يطيل السلامه يوم شويه لا المدير يوم دخل علينا لا اله الا الله. انا يطيل السلامه دخل قال مادي قال مادي الطلاب كلهم العموم انزع الشماغ وانزع الطاقيه انا مجبور هذه ما فيها خضراء. قلت ثعلبه عشان معروفه يا اخي معروف. الله يعطيهم السلامه. الله لا يرده من موش. الله لا يرده من ايام. هذه الطاوله وانزع الشماغ وانزع تجيني ليه ما حلقت؟ والله يا جماعه الخميس يسحبني في شعري واني واقف كذا يسحبني ليه ما حلقت؟ الله يعطيهم السلامه يا مراد الله اني منك بذاك اليوم. والله اني واقف واني امشي كذا. وش فيك مصدع؟ راسي عوض. انا يعطيهم السلامه اجيك اخذ الطاقيه قال بكره اخر حل يعني بكره لما تحل. الله يعطيهم السلامه اجي اخذ الطاقيه. ايه الشباب اللي باقي ما اخذ التعليمات حقت الدراما. حق الدراما سعيد معي عشان بيوقع في اوراق بيوقعون عليها الحين. ايه اي موجود الرجال عشان توقعون عليه. يلا يا رشيد. وشي اوراق ايش يا حبيبي؟ اختي خالد اوراق ايش طلال؟ ايش يا اوراق؟ صلوا على النبي. افهمكم يقولون فيه دراما مشاهد. المشهد اللي يفوز ياخذ له 1500 وتوزع على اعضاء الفريق. حلو. الاعضاء الفريق خمسه. ما هو شرط ان الفريق ذا اذا فاز غازي انا وانت طلال وبحصه خلاص. انا ابو حور ما انا. طيب الاولى ذيك المبادره نفسها هي؟ لا 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 تختلف. خلينا نروح نشوفها. طيب خلاص شفت الطلعه كل شيء. ها اقوم خلينا نشوفها لازم عشان توقف. طيب عليش تتكلم؟ مطبات عرفت اللي تجي في الراس. يا قادر قوش قادر قادر روح شوف التعليمات والقوانين لازم عشان تشوف القوانين وتوقع.